بحث وزير الزراعة السيد القصير مع السفير القطري بالقاهرة سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، واتفق الجانبان على إعداد بروتوكول للتعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع. ناقش اللقاء تكثيف التعاون المشترك بمجالات الاستثمار في قطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، هذا فضلا عن قطاعي الألبان والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطرية.